The power dissipated in the resistor R is الباور بيساوي I في V أو I squared. ال V بتساوي I R يبقى I squared في R، وال I بتساوي V على R يبقى V squared على R. لو عرفنا نجيب أي صيغة من دول بحيث تتوافق مع واحدة من الأربعة، ال I في الدايرة بتساوي الإبسلون مجموع ال R resistors R زائد R يبقى إبسلون على R زائد R، وال V هنا بتساوي I في R أو تساوي إبسلون ناقص I في R. طب يبقى الباور في الار بتساوي ايه؟ يا اما اي سكوير ار اللي هي ابسلون تربيع على ار زائد ار الكل تربيع في ار. ده شكل. شكل تاني اور احنا قلنا ده اللي هو اي سكوير ار. طيب لو قلنا اي في ار، الاي اللي هي دي ابسلون على ار بلس ار في ابسلون ناقص اي ار او اي في ار، يبقى ده اي الحته دي اي في في. كمان بيساوي ال V سكوير على R، ال V واحدة من الاتنين دول، وهنا في الشبه ده يبقى إبسلون ناقص I R الكل تربيع، ده ال V سكوير على R، يبقى الشكل ده اللي هو V سكوير على R، كلهم ينفعوا. تعالوا نشوف الخيارات اللي عندنا، I سكوير في R، لأ ده الباور هنا، فدي غلط. إبسلون في آي لا مش مظبوط، لأن ال V هنا إبسلون ناقص آي آر فبرضه مش مظبوط. إبسلون آر على آر في آر، إبسلون على آر في آر دي الآي، الحتة دي الآي آي في آر ده الفولت، فده غلط. إبسلون ناقص آي آر تربيع، ده الفولت تربيع على آر يبقى ده الفولت تربيع على آر، فده الوحيد اللي صح.